الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في هاي البلد الطيب ميسرة بن مسروق العبسي، فهي بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحيي إن شاء الله جميع لجان الصلح بإذن الله عز وجل، لجنة ميسر المحلية، لجنة الصلح في باكة الغربية، لجنة الصلح في أم الفحم. حياكم الله بإذن الله عز وجل في بلدكم الطيب. فضيلة الشيخ رائد صلاح، أهلا وسهلا بك، حياك الله. وكذلك باروخ با إلى السديه، وكذلك إن شاء الله أخونا الشيخ هاشم، وكذلك الشيخ صالح اللطفي، وكل الأسماء الطيبة إن شاء الله الموجودة معنا. الشيخ إن شاء الله لا ننسى أخونا إن شاء الله الشيخ خيري، ولجنة الصلح أخونا بإذن الله عز وجل آل قعدان بإذن الله سبحانه وتعالى. جميعكم إن شاء الله مع حفظ الأسماء والألقاب، كلكم قدركم عالي بإذن الله عز وجل، كلكم مكانكم عالي، أهلا وسهلا فيكم في هذا البلد الطيب. باسمي واسم أهل قرية ميسر، أهل قرية ميسر، واسم اللجنة المحلية رئيس وأعضاء، نثمن أولا إخواننا هذا الموقف الطيب، موقف العائلتين بإذن الله عز وجل، عائلة أبو عبيد وعائلة الهرشي وعائلة إن شاء الله العمارني بإذن الله عز وجل. نحييهم إن شاء الله تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييهم على تحليهم بالصبر والحكمة والعفو والصفح وتحقيق الأخوة والمودة ومصلحة بلدنا الطيب. أعظم خطوة يا إخواننا إحنا اليوم قاعدين بنقوم بها هي هاي الخطوة بإذن الله عز وجل التي ترسخون من خلالها الصلح بين جميع العائلات في قريتنا الحبيبة ميسر. الرسول عليه الصلاة والسلام بكلنا كلياتنا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرؤوس ولكن تحلق الدين، فالصلح خير، وإن جنح للصلح فاجنح لها. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخواننا: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. وإخواننا يعني هاي مفاتيح الخير الحمد لله شفناها في هاي القرية.